هاي يا سلام، ياخذ راحته. لا 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 لا، ايش في هون؟ ايش في؟ نفسنا هذول رجعوا لي مرة ثانية يا ربي. بعدين ما حد... لا 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 لا، ان شاء الله. ايش في هون؟ شو عم يصير هون؟ اوه اخوي، ايش في؟ ايش في؟ طولوا بالكم، شو في؟ الله لا يوفقك. شو 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 لك؟ لا 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 لا. اوكي طيبين، اليوم راح نشتري هذا المحل مثل ما انتم شايفين. انا منتظر الان صاحب المحل، وراح يكون في تفاوض، راح تبلش حلقة جديدة وسلسلة جديدة، وكل شيء بالنص. يلا بلش روح. طبعا هيك عم ببلش. ها اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام اخوي، كيف الحال؟ ان شاء الله تمام. تمام كيف الحمد لله وشكرا. المحل اللي صونت عليا قلتي باغي تشريه؟ نعم نعم، لما انا اتصلت لك من شوي حبيت اخذ منك موعد ونعمل جولة في هذا المحل، وحابب يعني صراحة هذا المحل يعني عاجبني، وانا انتغسي لهذا الامر، وحابب نعمل يعني لو سمحت إذا عندك الوقت نعمل دورة بسيطة في هذا المحل ونشوف. لا ما عنديش مشكلة، ضروري. تعال تعال تعال. نعم. وين وجه هذا المحل؟ أيوة وجه. أنا يد أن الأتاويشة أرجيلة وحبيب والله. أيوة يا سلام يا سلام يا سلام. هنا شاشة، وهنا شاشة وكنبي طاولة عشان. أوكي أوكي. هنا يا السلعة اللي خرجوها من الداخل. نعم حلو حلو. طبعا مثل ما نعرف هذا المحل يعني جاهز مجهز، وهذا المحل يعني عبارة عن ميديكال، يعني مو اللي بالي بالك، فاهم علي؟ اه ميديكال. نعم 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 اوكي. المهم هذه السلعة، هذه السلعة هنا يا كنوزنوا السلعة اوكي تخرجوها من الداخل. اوكي هون نعمل ايوه 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 العش، نجيبوا العشبة من الداخل ونخدموها في هذا المكان ونوزنوها برا، فهمت؟ حلو حلو. هذا المكان اللي نغرس فيه العشبة تبعنا، شو رأيك بالموضوع؟ والله صراحة بين المحل يعني مخدوم عليه مليح، بس ولكن يعني خلينا نتكلم بالشيء الرئيسي، يعني انت كم طالب فيه؟ لا حاليا نطالب فيه 2 مليون. لا راجل 2 مليون. ايوه 2 مليون. نزلنا بشوي. كم تبيع اخر سعر يعني؟ اخر سعر والله يعني جاب لي هذا المحل جاب لي 2 مليون، فهمت؟ بس حاليا انا واقف على الفلوس، يعني بدي فلوس صراحة. خلي لك 1,900,000، شو رايك؟ اسمع كما نقول النص بالنص، 1.5 مليون وتوكل على الله. لا 1.5 مليون كثير، ظلمتني كثير يا اخي. النص بالنص 1,750، شو رايك؟ 1,750,000. المهم نقدر نقول لك 1,800,000، هذا اخر ثمن اللي نقدر يعني نتفاوض معك فيه، فهمت؟ لان انا قلت لك المحل صرف لي اكثر من 1,700,000، لان انت تعرف تشوف المكان تبعه. لا لا في وسط المدينه تبعه غالي، فهمت؟ يعني نعم نعم الضاو غير ذلك. شوف يعني في وسط المدينه، فهمت؟ وي 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 وسط المدينه. شفت الوجهه تبعه، يعني مش محل صغير، فهمت؟ نعم اوكي. خلاص توكلنا على الله. 1,800,000 اوكي اوكي يلا الف مبروك عليك. الله يبارك في عمرك، وشكرا كثير لك كثير، وبارك الله فيك، وان شاء الله نلتقي. اتمنى يدخل عليك بالصحه والسلامه وحبيبي. بارك الله فيك. شكرا كثير. شكرا كثير. نشوفكم مره اخرى. يلا شكرا كثير. السلام عليكم. يلا السلام عليكم. Many months later. نفتح الباب الجميل. ايوه يا سلام على هذا المحل. قول لي هاي في عندنا زبون جديد. يا بسم الله نشوف ايش راح نبيع. اوبا. السلام عليكم. ايش في؟ هلا هلا. شو شبع؟ اوه ما يصير هون. انت الجديد في المدينه يا جماعه؟ وش القصه يا جماعه؟ الاسلحه هيك بايديكم، وش في؟ وش كاين؟ ايش في؟ الو شو عم يصير هون؟ تعرف. طولوا بالكم، حد يفهمني يعني شوفي شو صاير. عامل شيء انا لا سمح الله؟ لا ما عامل شيء، ولكن اذا ما التزمتيش بالشروط تبع المدينه راح يصير شيء من هنا لقدام. اي شروط؟ انا ما اعرف هذا الشيء. ترى هذا مكان ميديكال، يعني اشياء طبيعيه عم بيع، ما عم بيع شيء ثاني يعني. نحن المستلمين اللي يصير في المدينه كله. طب يعني انا شو ذنبي؟ انا وش عامل يعني؟ انا وش ذنبي؟ شو في؟ طولوا بالكم. انت عندك عادي، نحن ما عندنا عادي، اتشرف في التجاره تبعنا هذا المكان. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا جماعه ترى انتم هيك داخلين هيك يعني؟ انا ممكن، انا في ناس يعني تحميني، الشرطه موجوده وكل شيء موجود، يعني انا ممكن في كاميرات يعني وكل شيء. نحن فوق كل شيء، واخا يشوفون الكاميرات واخا يشوفون اي شيء، نحن ما نهجم. اوكي نحن نستلم اي شيء في هذه المدينه، حطها في بالك. اوكي قصح راسك ما تعطينا شيء، ولكن شوف راح اعطيك شهر بس
إذا راح أرجع عندك المكان وما تعطيني أرباحك، يا اخي. مني ارباح شو، ارباح عشرة شو، في المية 10% من الأرباح تبعك، إذا ما أعطيتني راح تشوف تعامل آخر. أوكي، يلا مع السلامة، الله معكم، الله معكم. يلا تعالوا. ما اش فيها، اش مالهم هذول، اش فيهم هذول، ما طلعوا لي هذول يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله، ايش فيه؟ يعني كمان رزقنا معلم، نروح نشوفنا الحكومة وكل هذا الشيء ونشوف نخبر على دول، في جت ناس علي، ايش في، شو هذا، ايش في؟ لا حول ولا قوة، شو السيارات، اوه يا اخي، نروح عند الشرطة بسرعة بسرعة بسرعة. السلام عليكم حضرات، السلام عليكم، وين نروح؟ والله ما اعرف وين بدنا نروح. السلام عليكم حضرات، وعليكم السلام، حضرة شفتك الشرطي، يا السلام مستر. عليكم. وعليكم السلام مواطن. حضرة الشرطي، أنا بحتاجكم ضروري 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 جدا جدا. حضرة الشرطي، آه قلبي قلبي يا ربي قلبي، دخلوا علي عصابات ولا ما أعرف شو شكلهم، معهم أسلحة وصاروا يهددوا فيني، يطلبوا فلوس. وإمتى صار هذا؟ إمتى صار؟ هذا الشيء من شوي حضرت، من شوي صار هذا الشيء حضرت، حضرة الشرطي. أوكي، زميلي حيوصلك الشيف. أوكي أوكي حضرة الشرطي، شكرا لكم شكرا لكم، بارك الله فيكم. ايوه ماشي ماشي. اوه يا ربي، الله يستر، بس شو راح يصير معي، الله يستر، بس الله يستر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربي، شكرا لكم شكرا لكم حضرات، شكرا لكم. اه يا ربي، يا السلام سلام. عليكم. وعليكم السلام حضرة الرئيس. كيف حالك يا مواطن؟ الحمد لله والله، والله كنت بالحمد لله وخير، وصار معي اشياء يعني والله ما بفهم شو عم بيصير. ليش انت متوتر؟ الآن انت في مكان امن وامان، تكلم بهدوء حتى نفهم، ارتاح، خذ لك راح. ايوه ماشي ماشي ماشي. حضرت الشرطي، انا فاتح محل ووجدت ايوه لعندي عصابه، صدقني ما عم اقدر اقعد. حضرت شوي والله، انا خايف جدا جدا يعني، وهذا الشيء يعني ترى كثير خوف. انا فاتح محل جديد وهجموا علي اكثر من شخص، وصاروا يهددوني ويكلموني ويطلبوا فلوس. الله يسعدكم حضرت، ايوه ساعدوني. قلت لعصابة، تعال ما اعرف تعال والله تعال حضر. تعال اوكي تعال. اوكي ماشي يعني، الله كم يسعدكم. كانوا من واحد؟ والله كانوا اكثر من واحد حضرات، هيك شكلهم اجوا علي بالسلاح. ايوه جاءوا عندك قالوا، بسيارات؟ ايوه بسيارات، وقالوا لي راح يرجعوا لي بعد فتره، بعد شهر ما عاد اتذكر. المهم قالوا لي راح يرجعوا لي بعد فتره، يعني راح يجوا انت عم يعني بيطلبوا فلوس. تتذكر سيارات، تتذكر وجوههم، اي حاجه قد تفيدنا بها. حكومه سوداء اللون، قالوا هم مافيا ما اعرف وش، هم المستلمين المدينه، هم حاكمين وما اعرف يعني، يعني شيء يعني والله ما اعرف شو بدي اقول لك حضره الوزير. اوكي، ولا يهمك. تقدر تعطيني هنا الفينجر برنت تبعك؟ اوكي من عيوني، تم هذا البصمات. هو تبو. ايوه ثانك يو. اوكي اهلا وسهلا، يعني حضرت اجوا هيك، اجوا وصاروا يهددوا انت فيني. تعرف لازم اتاكد من الاجراءات. ماشي حضرات يلا. ماشي اوكي. اه يا ربي، شو نشرب اسمك؟ شوية مي. اسمي ابو الليل، انا اسمي ابو الليل. نشرب شوية مي، نشرب ايوه شوية مي. ابو الليل، هنا عندك مخالفات سرعة. مخالفات سرعة؟ اه ايوه يمكن شو مخالفة عندك لما انت؟ وانا جيت لهنا ضربتني رادار او شيء، ايوه جيت كنت بسرعة من بالسوق. الخوف. اي والله حضرت، بس عادي ما في مشكلة، مساعد ادفع الفاتورة المخالفة. ولكن حضرة الشرطي الله يسعد، ماشي مشكلة يعني شوفوا لي حل مع هدول. انا يعني، فانا يعني فاتح هذا المكان جديد، بروجكت تاعتي، وبحب يعني اشتغل على حالي، يعني وهذا الشيء اللي عم انت بيعه قلت لي ما يعني. تذكر لا حتى ايوه السيارات، لا حتى سيارات، وجوههم سيارات اجنبية. من نوع الطراز الحديث. لازم الآن نشوف المحل تبعك وينه، ايوه حتى ايوه يعني نعمل حراسة مشددة هناك، ايوه نخلي يعني بعض الزملاء نعم نعم يحرسون حتى نعرف أي شيء قد يساعدنا في هذه القضية. اوكي اوكي أوكي تمام. مواطن. يلا اوكي، أيوة تعال. يلا يلا بسم الله. ايوه حضرات تفضلوا، هذا هو المكان تاعي، تفضل اهلا وسهلا. تفضل 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 تفضل. ايوه حضرة الشرطي، مثل ما عم ايوه تشوف هنا دخل علي هون دخل علي، وانا كنت واقف في هذا المكان. اوكي واقف هون ودخل علي مثل ما دخلته، وبلشوا يعني يتكلموني ويهددوني، ويعني ومن هذا الشيء يعني كله. لهيك يعني مثل ما شرحت لكم في البوست في المخفر، هذا الشيء اللي صار معي. اها ايه والله اوكي. ما عندك كاميرات لح يعني في المحل او الصراحة، حضرة الشرطي يعني هذا المحل يعني جديد، يعني عم بشتغل فيه، فتحته يعني لسه مو جاهز للأخير، فهمتني؟ يعني لسه باقي له كثير من الإصلاحات، ولكن يعني لازمك اجوا كاميرا. ثواني. ايوه اجوني من هذا الاتجاه حضرة الشرطي، من بعد إذنكم. هون اجوا من الاتجاه اليمين، هذا اتجاه اليمين، واجوا ايوه وقفوا هنا فجأة،
وقفوا السير ودخلوا وعملوا معايا صاروا يجوا يكلموني. حتى دخلوا بسرعة، واحد منهم دخل بسرعة كسر المضرب هذا اللي هناك، شايفه ذاك كسر ذاك أيوة الحيط. شفته ايوه يمكن هذاك كان يمكن الكاميرا كانت كسروا الكاميرا الشارع وهيك عملوا. اي أيوة والله ذاك سو يعني. ومين راحوا اخر يعني لما راحت وراحوا هنا طالعين يعني راحوا فجأة يعني. انا صراحة يعني من الخوف والرعب يعني تركت وما عاد اعرف وش اعمل يعني. جيت بسرعة لعندكم يعني، هنا ما راحوا من هون انا جيت لعندكم. داكو نعم حضرة الشرطي نعم أوكي. بارك الله فيك. اسمعوني ايوه عينوا المكان اوكي. شوف اذا كان في بصمات او شيء مثل هيك. اوكي حضرة والله انا يعني زملاء. بارك الله فيكم. هذا المكان فيه يعني كاميرات شيء مثل ما راك شايف. هذا اللي حاطين هذا المكان شارع الدولة حاطه كاميرات فيها. شوف يعني فيه كاميرات. نعم ايوه راح نتاكد يكونوا بينوا في الكاميرات في هالشارع. دخلوا لهالشارع ام لا؟ ما اعتقد حضره الشرطي حضره الرئيس دخلوا من هذا المكان، وقفوا بالشارع الرئيسي وكسروا السيارات في هذا المكان يعني الاعمده. نعم اذا راح نشوفهم هون من هالمكان من هالزاويه أوكي. فقط اوكي حضره الوزير شكرا. اوكي راح اتصل بالشرطه العلميه وراح يجوا يشوفوا الكاميرات ماشي، وكل شيء راح يكون اوكي حضرة يعني الشرطة. اوكي بارك الله فيك. بارك الله فيك الله يخليك شكرا كثير. ما تخافش يا أوكي. مواطن راح يتم القبض عليه في اقرب ماشي. وقت ممكن. ماشي حضرة الشرطة بارك الله فيك شكرا كثير. يلا يا مواطن راح اخلي لك الراحة. ماشي شكرا كثير. واذا صار اي شيء اتصل فينا. اوكي حضرة الشرطة اوكي ماشي شكرا يلا تحياتي يا مواطن. ماشي شكرا. 1 ويك ليتر يا سلام يا حضرة. لا ايش في نفسنا هذول رجعوا لي مرة ثانية يا ربي بعدين ما لا 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 ان شاء الله. ايش في هون؟ شو عم يصير هون؟ اخوي ايش في شي في طولوا بالكم شو في؟ اخوي الزينة ولا لا؟ عارفين على الزينة؟ شو اللي جيتوا؟ شو ما جيتوا؟ مين انتوا؟ انا ما بتذكرتوا مين انتوا مين؟ انا والله بوس ديال المدينة يا اخي. بوس على عيني وراسي يا جماعة. انا قلت لكم انتوا انا ما عندي شي ما بعد شي. انتوا الوقت ما عرفتوش اللي عندي اكثر من مرة. بدك شهر كله تزبط امورك وتجيب فلوس وتعطينا الضريبه باش نخلوك تبيع على خاطرك. طب مو لازم ابيع؟ انت من وقت ما جيتوا ما عندي شيء. صدقني اعطيتك انذار وما عملت شيء. انذار شو يا اخوي؟ الان راح تتحمل المسؤوليه كلها يا اخي. مسؤوليه شو يا اخي؟ ما لا حول ولا قوه. طب يا شباب انا مستعد اعمل اي شيء معي. لا 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 نقربوا المكان يلا. لا شو تغرب؟ لا 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 شو تغرب؟ لا 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 لك لا الله يخليكم. لا لك لا يا ربي لك لا معلم. الو وقف الله يوفقكم. لا 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 شو عم تاخذ؟ لا تاخذ مني شيء لك ما اخذ. يا الله لا يوفقك انت كمان لك. لا حرقني عم بس بصوت. لا حرقني المحل. ما حرقوا لي المحل. لا طولوا بالكم يا جماعة. لك تعبت كلهم يروحوا لك. لا 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 لك الو الله يوفقكم. والله الله يوفقكم. لك ما عندي شيء يا شباب. الو يا ربي المحل عم يحترق يا ربي. لا 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 لك لا لا يا ربي. لا 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 لا, لا. لك بس وقف لك تعال مساعد اعمل اي شيء بس تعال وقف لك يا جماعه. طولوا بالكم يا جماعه طولوا بالكم. لك طولوا بالكم. الو طولوا بالكم. قولك تتحمل المسؤوليه. لك طول بالك اخوي. لك شيل اي من ايدك. لا 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 لك لا لا الله لا يوفقك. الله لا يوفقك. لك اترك بس يا اخي اترك. الله لا يوفقكم. الله لا يوفقك. شو لك. لا 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 وقف لا يا ربي. لا لا الله لا يوفقكم. عم احترق المحل. الله لا يوفقكم كلياتكم. الله لا يوفقكم. الله يوفقكم. الاشياء اللي بجيبته واطلقوا يروح. الله لا يوفقكم. ما بقى عندي شيء. خسرت كل شيء. يا ربي مو مدى الحياة. خليه بدك يلا روح. يا ربي راح كل شيء. انا ثلاثة اذا بقيت قدامي راح اطحك بالنار. الله لا يوفقكم يا ولاد الكلب. وعليكم يا حيوانات يا ولاد الكلب.
الله يوفقكم الله يوفقكم. انا بفرجيكم انا بفرجيكم لما يجي ترجعوا انتقم منكم يا كلاب يا حيوانات يا قنادر. هو عليكم يا كلاب لما انتقم منهم. عم يكملوا عم يكسروا المحل. يا ربي